حراك الأضداد يشعل أجواء السياسة في البلاد، الثلاثي يلوح بالطوارئ، والإطار يفتح باب الحوار ويقول ثلثنا الضامن مضمون. جلسة السبت عمقت خلافات الكرد حول الرئاسة، وتوقعات بتكرار سيناريو ثلث الضامن بجلسة الأربعاء. محافظات الجنوب تندب حظوظها في بنود الموازنات، مشاريع معطلة تشكو جور الفساد والإهمال، والمتصدون في السياسة منشغلون. أهلا بكم في مرصدنا الخبري، حيث قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم إن حالة الانسداد السياسي يكمن أن تعزى لحالة النضج التي يتسم به النظام السياسي في العراق. وذكر بيان لمكتبه أن السيد الحكيم أكد خلال استقباله السفير الروسي لدى بغداد ألبروس كوتراشيف أن الحل ممكن إذا ركن الجميع لإرادة الحل وغلبوا المصالح العامة على المصالح الخاصة والفئوية. وبحث السيد الحكيم والسفير الروسي تطورات المشهد السياسي عراقيا وأقليميا ودوليا، وأثر التطورات الدولية على أمن وسلامة دول العالم، وكيفية تفكيك الأزمات عبر الحوار الجاد بما يمكن شعوب المنطقة والعالم من التمتع بخيرات بلدانها. يبدو أن الوضع يسير نحو انسداد سياسي أكبر، وبحسب المراقبين فإن أزمة اختيار الرئيس لا يمكن حلها بجلسة لا تسبقها التفاهمات والحوارات السياسية من أجل إنضاج حكومة قوية قادرة على تحقيق التطلعات. أحمد الزيدي والتفاصيل. لا جديد في جلسة الأربعاء المقبل لمجلس النواب المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية بحسب التوقعات، فسيناريو جلسة السبت التي لم يكتمل فيها النصاب هو المرجح حتى الآن بحسب مراقبين، فاستمرار حالة الانسداد السياسي وتوقف الحوارات واللقاءات بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي سيزيد من عمق الأزمة، ولن يحقق الغاية باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء للخروج بحكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. ما حدث في يوم السبت ممكن أن يتكرر في يوم الأربعاء الذي أجلت الجلسة بعدم اكتمال نصابه، وبالتالي الآن أمامنا معادلة، يا إما التفاوض والتوافق والتفاهم برسم خارطة العملية السياسية القادمة، وإما تبقى العملية أسيرة الانسداد السياسي. إذن لابد أن يكون هنالك تفاهم، وأعتقد الآن ممكن هنالك فرصة قبل تجاوز المدد الدستورية في 6 نيسان القادم. لا خيار أمام الكتل السياسية إلا الحوار للوصول إلى جملة تفاهمات للخروج من أزمة اختيار رؤساء الجمهورية والوزراء، فالتشبث بالمواقف سيدخل البرلمان في مشاكل التجاوزات الدستورية والبلاد في دوامة من الأزمات. لا يوجد حل حقيقي وواضح غير التفاوض من أجل تقريب وجهات النظر واتفاق على آلية تخدم المواطن العراقي وبالتالي نحل هذه الأزمة. الذهاب إلى قضية كسر الآخر باعتبار أنه المحكمة الاتحادية رأيها الأخير أعطت ورمت الكرة بحل مجلس النواب داخل مجلس النواب. مجلس النواب في حسب وجهة نظري أعتقد غير قادر على حل نفسه. نعم لديه القدرة القانونية لكن ليس لديه الرغبة الحقيقية لحل مجلس النواب العراقي. فيما يتوقع البعض إمكانية تأجيل جلسة الأربعاء إلى وقت آخر في حال ظل الوضع على ما هو عليه من دون اتفاقات أو مستجدات تحرك الساكنة وتكسر جمود الكتل السياسية. إذا لا حل لأزمة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء ما لم تتفق الأطراف السياسية على إنهائها عبر تكثيف الحوارات واللقاءات. لقناة الفرات أحمد الزيدي بغداد. اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أن تعطيل جلسة البرلمان ليوم الأربعاء ستنتج إعلان حكومة طوارئ،
وقال زاملي في رد له على القوى التي قاطعت جلسة السبت لعدم التوصل إلى اتفاق ثنائي يعبد الطريق لحكومة شراكة وطنية. واعتبر الزاملي إن كسر النصاب في جلسة الأربعاء القادمة قد يؤدي إلى إعلان حكومة طوارئ بعد جمع التواقيع من أجل التصويت على حل البرلمان لنفسه بثلثي الأعضاء، في الوقت الذي نص الدستور على أن حل البرلمان مشروط بقرار النواب أنفسهم من خلال تقديم ثلث عدد النواب طلبا لحل البرلمان ويصار إلى تصويت الثلثين على حله، وخلافه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال أن تقدم طلبا بحق البرلمان. بالمقابل كشفت مصادر مقربة من الإطار التنسيقي انضمام 7 من النواب الحاضرين في جلسة سابقة للإطار بعد فشل الجلسة الأولى. المصادر أكدت أن القوى والنواب ضمن الثلث الضامن ما زالوا متماسكين بقوة وثبات، وعدد هذا الثلث ارتفع بشكل كبير خلال الساعات الماضية وهو حاليا تخطى 135 نائبا، والرقم في ارتفاع مستمر. إلى ذلك أوضح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم أن العراق يعيش أزمة سياسية وضرورة العودة إلى الحوار لتفكيكها. وأكد السيد الحكيم خلال استقباله سفير المملكة المتحدة في بغداد مارك برايسون أن العراق يعيش أزمة سياسية ولا بد أن تصب كل المواقف التي تبدر من الجميع في مصلحة الوئام الوطني مع ضرورة العودة إلى طاولة الحوار لتفكيك الأزمة، مبينا حاجة العراق لحكومة خادمة لشعبها قادرة على حفظ أمنه واستقراره وتوفر الخدمات وفرص العمل. أعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي أرجيت إلى الأربعاء المقبل. وقال الحمامي في مرصد سابق إن الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة والانسداد السياسي. نأمل قبل الجلسة القادمة لابد وأن تفتح آفاق التفاهم والتفاوض والتشاور، ونخرج من هذه المشكلة العقيمة التي أخرت كل كل التنمية بالعراق الآن متأخرة، يعني مشاكل المواطنين، الوضع الاقتصادي الآن تعرفون الوضع الدولي، احنا الآن الدول تفكر بالأمن الاقتصادي، تفكر بأمنها، احنا تعرفون لحد الآن عندنا تحديات أمنية. هذا وعلق النائب عن تحالف عزم خالد العبيدي أن ما حصل في جلسة البرلمان السبت يؤكد أنه لا يمكن فرض ثقافة الإلغاء والإقصاء على شركاء الوطن. وقال العبيدي إنه لا يمكن فرض ثقافة الإلغاء والإقصاء على شركاء الوطن لأن الوقائع القريبة والبعيدة أكدت أن هذه الثقافة قد تنجح لفترة لكنها لن تدوم أبدا، معتبرا أنه لا طريق أمام الكتل العراقية التي يهمها بناء الدولة ونجاح عمل الحكومة القادمة واستقرار أدائها سوى طريق واحد هو الحوار والتفاهم الذي يكفل حل القضايا الإشكالية ويقرب وجهات النظر وينهي الأزمات مهما تعقدت. أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي تعويل الإطار التنسيقي على الحوار مؤكدا أن القفز على الاستحقاقات انتهى. وقال الفتلاوي لبرنامج غير معلن أن مسألة القفز على الاستحقاقات انتهى بجلسة البرلمان السبت. معول كثيرا على روح الحوار الذي نتمنى أن يعاد النظر به من الأخوة بالتحالف الثلاثي لا سيما الأخوة في الكتلة الصدرية. نحن بأمس الحاجة لأن نعيد النظر بلملمة بيتنا وتسمية الكتلة الأكبر ومن ثم الذهاب إلى
أن نطلق رئيس وزراء من هذه الكتلة، هذا أهم شيء لدينا. نعول على أن يعاد النظر بقضية الحوار، وأن يتفهم الأخوة بالجهة الأخرى بالتحالف الثلاثي عامة لا سيما والكتلة الصدرية بشكل خاص، من أن هذه القضية لا يمكن أن تمر من دون حوار ومن دون توافق لا سيما في هذه المرحلة. جلسة السبت كشفت الأقنعة عن خطوط الانقسام داخل البيت الكردي بعد أن تشظت الأحزاب الكبيرة والصغيرة بين الثلاثي والإطار، وبين تمسك الاتحاد بموقفه المقاطع. يعول الديمقراطي على جلسة الأربعاء لاستمالة المستقلين لجبهته. على الطاء والتفاصيل. جلسة مجلس النواب العراقي يوم السبت الماضي وضحت وبشكل جلي خطوط الانقسام الحاصل في البيت الكردي. الحزب الديمقراطي والجيل الجديد حضروا الجلسة، فيما قاطعها الاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، حيث لم تفلح جميع محاولات الديمقراطي في إقناع بقية الأطراف للاشتراك بالجلسة، ومن ثم تمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد. الجولة الأولى باءت بالفشل، ولكن تعويل التحالف الثلاثي يبقى قائما على جلسة الأربعاء المقبل، ومحاولات إقناع أو استمالة بعض الأعضاء المقاطعين. سوف نبقى أكثر الاحتمالات، تبقى حكومة تسيير أعمال، وأيضا رئيس الجمهورية يمارس مهامه لأيام مقبلة، ممكن تدخل الجهات في مفاوضات جديدة لتدوير الزوايا والتوصل لحلول وسطية. بالضفة الأخرى يحاول المقاطعون وفي مقدمتهم الاتحاد الوطني الكردستاني المحافظة على ثبات موقف معسكر الثلث المعطل وعدم تسرب أعضائه، مع إصرار واضح على ترشيح برهم صالح لدورة رئاسية ثانية. وعلى الرغم من صعوبة المهمة لكنها ليست مستحيلة في ظل التقلبات السياسية وعدم قدرة المنافسين تمرير مرشحهم إلا بالتوافق مع معسكر الرفض إذا ما بقيت الأرقام على حالها. من أول جلسة البرلمان لحد هاي اللحظة لم يكن هناك أي مباحثات وتقارب والحوارات بيننا وبين حزب الديمقراطي الكردستاني. وبخصوص جلسة البرلمان لترشيح رئيس الجمهورية، أنا أقول وحسب قراءتي لم تنجح هذه الجلسة وسوف تفشل، لأن الأخوة في التحالف الثلاثي لم يستطيعوا لم يتمكنوا بجمع ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 مقعدا. للمرة الثانية تواليا يفشل الحزبان الكرديان الرئيسيان الديمقراطي والوطني في التوصل إلى اتفاق ثنائي حول منصب رئيس الجمهورية. في الدورة الماضية حسم التصويت كفة برهم صالح ضد فؤاد حسين، وهذه المرة ما زال الصراع محتدما، ويبقى التصلب بالمواقف والقرارات هو سيد المشهد داخل أروقة البيت السياسي الكردي المنقسم على نفسه بانتظار ذوبان جريد الخلافات قبيل انعقاد جلسة الأربعاء المقبل، والتي إذا ما عقدت بلا توافق قد تؤزم المشهد أكثر. من أربيل لقناة الفرات على الطاي. إلى ذلك ارتفعت الآراء السياسية حول مصير جلسة الأربعاء المرتقبة للتصويت على رئيس الجمهورية. وقال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن الإطار التنسيقي لن يشارك ومن معه من حلفاء في جلسة البرلمان يوم الأربعاء إذا لم يحصل اتفاق مع التيار الصدري على الكتلة الأكبر قبل موعد انعقاد الجلسة. وبخلاف ذلك الإطار سوف يستخدم الثلث الضامن وتفشل عملية انتخاب رئيس الجمهورية من جديد. القيادي في الإطار تركي العتبي اعتبر إن إعادة بناء البيت الشيعي المكون الأكبر في العراق ودخوله في تكتل موحد في بناء وتشكيل الحكومة ضرورة وطنية، لافتا إلى أن أي محاولات لتشكيل حكومة بدون الإطار لا تخدم المصلحة الوطنية. من جانبه اعتقد عضو كتلة الاتحاد الإسلامي مثنى أمين أنه إذا لم تصل الأطراف إلى نوع من الاتفاق وفي الوضع الحالي فإن ما حدث يوم السبت سيحدث مرة أخرى يوم الأربعاء من فشل لجلسة التصويت. عضو الاتحاد الوطني الكردستاني جمال شكور وضع حلين للأزمة، الأول يكمن في التوافق لكي لا تحدث مشاكل، أما الحل الثاني فيمكن في التوجه نحو انتخابات مبكرة جديدة، وهذا الأمر صعب جدا، لذلك فإن الحل الوحيد
هو التوافق وليس بين الشيعة فقط، وإنما مع جميع المكونات. كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن توجه حكومي لتحريك المشاريع المتوقفة وتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع المحافظات. وذكر بيان للأمانة إن هناك نهضة عمرانية مرتقبة في محافظات النجف الأشرف وبابل والديوانية وميسان، إضافة إلى المثنى وذقار التي بدأ جزء من مشاريعها بالاكتمال بعد تأسيس مشروع إعمار ذقار. وأضاف أن المشاريع المتلكية التي سيعاد العمل فيها بتلك المحافظات تستهدف إنجاز المدارس والمشاريع الخدمية وكذلك البنى التحتية. وأشار البيان إن خطة الأمانة العامة هي الإعداد لمشاريع جديدة مستقبلية وتحريك بقية المشاريع المتوقفة والنهوض بالواقع العمراني في جميع المحافظات. لا تزال محافظة المثنى تعاني منذ سنوات طويلة من التهميش والإهمال الحكومي المتعمد، وتعد من أكثر المحافظات فقرا. أبناء المحافظة طالبوا الجهات المعنية بزيادة التخصيصات المالية الممنوحة للمحافظة لتنفيذ المشاريع الخدمية فيها. محمود قاسم والتفاصيل. ثاني أكبر محافظة في العراق من حيث المساحة الجغرافية اختفت ملامحها وتقلص حجمها على ورقة التخصيصات المالية والموازنات الاتحادية، فلم يرصد لها سوى 165 مليار دينار في موازنة العام الماضي جاءت متعثرة. كون معظم المشاريع هي مشاريع خدمية تمس حياة المواطنين، فلذلك نعتقد عدم أو التأخير في صرف هذه المساقات راح يأثر على تنفيذ المشاريع وبالتالي راح يأثر على المواطن. لذلك ندعو وزارة المالية للإسراع في إطلاق الصرف لغرض إنجاز المشاريع المقررة من قبل وزارة التخطيط. تهميش المثنى على مدى السنوات الماضية وإلى يومنا هذا جعل منها تتصدر قائمة الفقر برصيد تجاوز 50% وببطالة تتعدى 13%، ناهيك عن المساكن العشوائية التي تخطت حاجز 22,000 مسكن عشوائي. يحتاج إلى مزيد من التركيز من الحكومة الاتحادية لأن استمرار هذه المؤشرات ممكن أن يزيد ويرسخ نسب الفقر، خاصة مع ظروف الجائحة وارتفاع أسعار الدولار اللي قد يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر والحرمان في المحافظة. مراقبون حملوا الحكومة الاتحادية ما آلت إليه أحوال المحافظة التي لم تجني سوى الوعود ولا حلول، الأمر الذي يفاقم من حجم المشاكل ويزيد التحديات والمعاناة أمام المواطن. الله شاهد، احنا عراقيين منكوبين لا خدمات، البطالة يعني بطالة جدا، بالخصوص محافظة السماوة. أنا هسه رجال كفيك العباس، ماكو شغل أبد، أشتغل لو بالمحافظات بعيد عن أهلي مثل شهر أو 40 يوم. قرار سياسي، والقرار إلى أبعاد جوانب سياسية وتأثيرات مباشرة من السلطة العليا سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، وهذا هو اللي حزب النفس. يعني بصراحة هذا يخلق مشاكل جديدة بدل أن يحل المشاكل. يعني مشكلة الكهرباء مركزية، مشكلة التعيينات مركزية، مشكلة التخصيصات مركزية. المواطن يعاني والحكومة تشكو والتخطيط تحذر، هكذا هو الحال في محافظة أقل ما توصف بالمنكوبة، ورغم أن عدد سكانها لم يتجاوز 1,000,000 نسمة إلا أن أغلبهم يعيشون تحت خط الفقر. من عاصمة الفقر في العراق، من المثنى، محمود قاسم، الفرات. كشفت وزارة التخطيط عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق بسبب التمويل المالي،
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي إن هناك أكثر من 6250 مشروعا متوقفا عن العمل وقيد التنفيذ في مختلف المجالات الخدمية بينها المدارس والمستشفيات. وأضاف إن أغلب هذه المشاريع تواجه مشكلة بسبب قلة التمويل وعدم توفير التخصيصات المالية المناسبة للمضي بإكمالها. وأشار أن هذه المشاريع تشكل أهمية كبيرة على مستوى الخدمات وعلى المستوى الاقتصادي في البلاد. وأكد الهنداوي أن الوزارة تسعى لإيجاد الحلول المناسبة لإنجاز المشاريع وتمويلها من خلال الموازنة المقبلة. وأضاف أن الوزارة تولي الاهتمام والتركيز على المشاريع التي حققت بها نسبة إنجاز من 50% إلى 60% صعودا، لافتا تواصل عملها من أجل حسم المشاريع الصحية، إذ يوجد أكثر من 50 مستشفى قيد التنفيذ في عموم البلاد في الوقت الحاضر. تعاني أغلب المناطق في محافظة ميسان نقصا حادا في الخدمات الأساسية منذ سنوات، لا سيما حي السجناء السياسيين الذي أصبح منسيا من قبل الجهات المسؤولة. الأهالي طالبوا الحكومة المحلية بتحسين الواقع الخدمي وتنفيذ المشاريع المتلكئة. أحمد السدخان والتفاصيل. منذ عدة سنوات وهذا المجمع السكني وسط مدينة العمارة يعاني الأمرين بسبب النقص في الخدمات الأساسية، فيما حولت الأمطار المكان إلى أوحال من الأطيان بسبب الافتقار إلى الشوارع المعبدة. معاناتنا إذا تمطر الدنيا بعد ما تطلع أسبوع أسبوعين ما تطلع، انتهت. لا أطفال تروح للمدارس، لا ناس، لا مريض، لا تقدر تاخذ لك مريض، لا تقدر تطلع للسوق، يعني منطقة مهدومة، لا شوارع لا مجاري لا كل شيء. بس الماي سووا أموهم هم، الشركة الصينية سوته زين، مو على الحكومة. يا أخي ما يصير، حكومة شوية تبتوا على هاي المنطقة ليش؟ لا فجأة وجه مسؤول شاف الوضعية، مع العلم مجمع يعني حديث، يعني مو مجمع أنه قديم حتى أنه واحد يهمله أو فكذا. يعني تروح تشوف باقي المناطق كلها تبليط وعمارة وعمارة، ودي يحكون بالعمارة زين. هاي المنطقة ليش بالذات؟ نفايات ماكو، يعني قلت لك خدمات يعني أساسية ماكو بالمنطقة، وصعبة كل الصعبة. يعني قلت لك إنه شغلة التبليط ذاك اليوم شو فترة لها يومين، هاي لحد الآن معاناته لحد الآن بعد أسبوع ما ينشف. المعاناة المستمرة من نقص الخدمات في مجمع السجناء السياسيين السكني دفعت بعض الأهالي إلى تركه بحثا عن ملاذ يحقق لها الحياة الكريمة، فيما لا يمتلك من بقي هنا إلا الشكوى. يعني منطقة مهمولة ما حد يسأل بيها، لا تبليط لا أرصفة لا كل شيء ماكو. حتى المدارس احنا والله قاعدين نودي جهالنا للمدرسة يجون مطينين، هذا وقع بالطين وهذا كتبه رايحة، هواي تركوا المنطقة عافوها وراحوا لأن ما بسبب الخدمات ماكو. نعم. اي نعم. شو تناشدون اليوم؟ والله نناشد احنا الحكومة بلكة تلتفت عليها او المحافظ يلتفت عليها يسوينا حتى لو سبيس، يعني هسه ما اريد تبليط، سبيس خليه يسوينا. يعني اكثر الناس هي هاي الاطراف يعني مهجورة، يعني اكثر الناس قاعدة تطلع من المنطقة هاي. سبب ايه؟ خدمات ما بيها، خدمات لا يعني ما بيها تبليط، لا بيها مثلا فشي، حتى شو يعني؟ الولاية مهجورة يعني. هاي 800 سياسيين مجمع سياسيين يعني حتى شو بينه. لا صيفهم صيفا ولا شتاءهم شتاء، هكذا هي معاناة الأهالي هنا في منطقة السياسيين، على أمل أن تجد مناشداتهم المتكررة الاستجابة من قبل المسؤولين وإيجاد حل لنقص الخدمات. أحمد السدخان، الفرات، ميسان. إلى ذلك أكد محافظ باب الحسن منديل أن المحافظة أنجزت هذا العام 44 مشروعا بكلفة 74 مليار. وأضاف منديل خلال مؤتمر صحفي أن المحافظة سددت 30 مليارا أمانات للمقاولين متوقفة منذ عام 2012. أنجزنا في هذا العام 44 مشروع رئيسي وبكلفة 74 مليار بشكل كامل. أيضا أنجزنا 270 مكون وبكلفة 194 مليار. صرفنا أيضا 30 مليار أمانات متوقفة منذ عام 2012 لم تسلم هذه المستحقات للمقاولين بعد أن استحصلنا موافقة وزارة المالية 30 مليون، ولدينا الآن مثل ما قلت لحضراتكم 70 مليار دينار و166 مليون دينار و28425 دينار
بشكل دقيق مستحقات محافظة باب لدى وزارة التخطيط، ننتظر المصادق عليها وإشعار وزارة المالية فيها. لا تزال أغلب مناطق محافظة ذي قار تعاني من تردي الخدمات الأساسية بسبب الإهمال الحكومي والفساد وسوء الإدارة بالرغم من كثرة التخصيصات المالية. أهالي حي المتنزه طالبوا الحكومة بالتدخل لإنقاذهم من الواقع المرير الذي يعيشونه منذ سنوات. جواد الحسيني عد لنا هذا التقرير. إنشاء شبكة مجاري صرف صحي للطرق وتعبيدها وإنارتها هي أبرز الخدمات التي يطالب بها المواطنون في ذي قار. حي المتنزه واحد من الأحياء الذي يعاني مشاكل على مستوى الخدمات، فلم يفلح بشموله بخطة الإعمار على الرغم من قربه من مركز المدينة. على اساس يشملوها بالمجاري، طبت المجاري فلشوا التبليط كله، فما انشمل بعد من 2020 طبت الشركه ولحد الان هاي 22، فانتهت المنطقه يعني ما نقدر نطلع. يعني انت تعرف هذا الشتاء كان شتاء قاسي. يعني حي المتنزه رغم المنطقه بها اكثر من 5 مدارس وبها مركز صحي وبها جامعه وكليه الاعلام، الا انه الاهمال اللي صار بها لو مخليها على بقيه على وضعها السابق يكون افضل من الوقت الاني، كون حفره والشوارع لحد الان مطينه، وصعوبه الوصول التلاميذ وصعوبه النقل، صعوبه وصول الكادر التعليمي والتدريسي. الحكومه المحليه في ذي قار لم تنفي وجود مشاكل خدميه في انجاز المشاريع في مناطق واحياء المحافظه، مؤكدة أنها تعمل على شمول جميع مناطق المحافظة بالخدمات مستثنية من ذلك مناطق العشوائيات والتي لا تحتوي على تصميم قطاعي. وردتنا العديد من المشاكل من قبل بعض المواطنين باعتبار هناك كثير من المدن أو الأحياء لم تشمل بالخدمات. خطة 22 صندوق عمار ذي قار إن شاء الله سوف تشمل جميع مناطق ذي قار وجميع أحياء باستثناء العشوائيات والمناطق التي لا تحتوي على تصميم قطاعي. مراقبون أوضحوا غيابا للاستراتيجية والتخطيط في خطة الإعمار التي تشهدها المحافظة، فهناك تكدس للأعمال في مناطق معينة وانعدامها وشحاتها في مناطق أخرى. هنا غياب واضح للرؤية في توزيع المشاريع الخدمية على مختلف مناطق المحافظة. بعض المشاريع الخدمية اختصرت على مناطق معينة وتحديدا ربما في الأقضية والنواحي أو مركز المحافظة، في حين الأطراف من مركز مدينة الناصرية أو باقي أقضية المحافظة أطراف تلك المدن ما زالت لغاية الآن تعاني من نقص واضح في مستوى الخدمات. أكثر من 170 مشروعا قيد التنفيذ خصص لها ما يقرب من 800 مليار دينار ضمن صندوق إعمار ذي قار، جاء نتيجة الاحتجاجات والمطالب التي قام بها أهالي الناصرية. من الناصرية جواد الحسيني، الفرات. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام مرصدنا، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، نلتقيكم في مرصد خبري آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله.